بعظمة لسانه. ومن يحاسب حمالة الحطب؟ حمالة الحطب من البرامج اللي غاوي أصحابها حمل المزيد من الحطب على هذه النار في محاولة لإشعالها، وكأنه ما مضى لا يكفي. ده اللي خلاني أقول الكلام اللي في بداية استهلال الحلقة. هو الكلمة دي ومسؤولية الكلمة تاخدنا لفين؟ وعشان كده أنا الأول نتوقف بقى أمام أي كلمة تلقي بمزيد من الحطب. أولئك الذين لا يريدون إخماد النيران، أو اللي عايزين يولعوها كمان ممكن تبقى ما فيش نار فيخترع نار يضرب حجرين كده ويرمي عليهم شوية حطب وولع. يا جدع في تجارة ماشية يا أستاذ إبراهيم في الإعلام دلوقتي، كل ما بقيت غريب وبتقول آراء غريبة وبتهاجم فيجيبوا لك الناس اللي بعيدة خالص في الظل يقولوا كلام غريب يقتضي إنه يرمي حطب عشان يولع نار الناس يشوفوا على ضوء هذه النيران ويستفيد. هتلاقي نماذج كتير سواء معظمها لا ينتم إليك وقلة تنتمي إليك. ولذلك إحنا إن إحنا نوجه أو ننبه جماهيرنا اللي أحيانا نستهويهم هذا الأسلوب فيمشوا معاه. لا، خلينا في مصلحة أولا النادي، أولا مقرر، ويمكن أولا بشرطتين مصلحة الرياضة، وأولا بعشر شرط مصلحة البلد. طبعا إن إحنا لازم نقدم النموذج الرياضي بقى يا جماعة. كفاية مهابرة، كفاية أمور تاخدنا لسكك تكريس البغضاء والكراهية. الناس بقت تكره تتفرج على الرياضة. هو ليه الإحساس دلوقتي بقى متنامي عند البعض بخوف من متابعة الماتشات؟ الخوف من التحفيل، الخوف من الخسارة، الخوف. فهذا كلام مش مظبوط. وانت عندك كذا نموذج الأسبوع اللي فات ده، مباراة الأهلي والمريخ السوداني. ولما أقول المريخ السوداني نقف لأهمية المنافس، طبيعة المنافس، طبيعة العلاقة، فوضوية التاريخ الرياضي، حقيقة العلاقة وفوضوية ما مضى. لأنه لما الناس أهملت حساب حمالة الحطب كانت النتيجة شفتوا اللي حصل في أم درمان بين مصر والجزائر وبين مصر والسودان، نتيجة السكوت على حمال الحطب، إشعال هذه الفتنة. جه النادي الأهلي بيلعب مع المريخ، علاقة الأهلي والمريخ وعلاقة الأهلي وكل الأشقاء في السودان الحبيب ولا أروع من كده، لدرجة أنه أنتم متخيلين بعثة المريخ جاية القاهرة عشان تلاعب الأهلي في مستهل مشوار مهم الفريق السوداني عنده طموح فيه، وفد المريخ السوداني الشقيق يجي يكرم النادي الأهلي. بيكرمه قبل ما يلعب، بيكرمه ويقول له شكرا على ما أنجزت في كأس العالم للأندية وشرفت الكرة العربية والأفريقية. جنوب الوادي بيكرم رمز شمال الوادي، وده الوضع الطبيعي لعلاقة الأهلي بالمريخ وعلاقة الأهلي بالهلال وعلاقة الأهلي بكل الأشقاء في السودان. ماذا فرحتنا ولهفتنا على هذه العلاقة؟ لأن هو ده الطبيعي في الرياضة يا أخوانا. تحصل بقى شدة في الملعب، بتحصل بين كل الناس. التقسيمة بتاعت النادي الأهلي وبتاعت أي فرقة بيحصل فيها مشدات. لا دفع. شدة إيه؟ ده ما خدتش بقول لك 4-5 ثواني يعني، وهو معدي كده قال بقه والتاني يعني. طيب أنا هسألك سؤال. لو لم يكن شيكابالا طرف هذا اللي وقع كان حد اتكلم فيها؟ كهربا تقصد؟ انا اسف، لانه شيكابالا بعدين ما حدش بيتكلم فيه، مشكله ما حدش يتكلم. ده كده قال لك ده اخلاق، ده بيطبطب. المهم وبالعكس ده هو حسين السيد ضربه بخده في ايده يعني. ايوه فالكلمه ان كهربا في الحدث هو اللي خلى الناس يا استاذ ابراهيم، ده شغل لجان. ده شغل لجان مش شغل اعلام. اللي يتوقف عند هذه اللقطه وينفخ، لان الحقيقه المخزيه اللي كشفها الاشقاء. شوفوا بقى لما يكون اعلامنا
او بعض منه يتربص بلاعب النادي الاهلي، يتربص بكهربا، يهدد كهربا، يكيد للاهلي بهذا الشكل ويفسر ويأول وينفق وها وها ويولع لك الماتش العوده علشان يوتر ويولع في ماتش العوده.